حياكم الله أحبتي، ومن واسط إلى الديوانية إلى الطائي حسن فليح. حسن فليح الطائي، العمر 19 سنة، من محافظة الديوانية قضاء البدير. مشواري أن العمر 14 سنة. تأثيري في سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين، لأنه كان يطالب بالإصلاح من أجلي ومن أجل غيري ومن أجل شيعة أمير المؤمنين. إن شاء الله أكون قدر المسؤولية في هذه المسابقة، مسابقة وجيها بالحسين. تأثرت بالرادود المرحوم حمزة زغير، لأن كان يوصل إلي الطف. يا الله يا فاطمة الزهراء. لجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شئتم أن نبتدئ فصلوا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. كيف عمرك حسن؟ جواك الله، شلونك؟ يا الله حيلك، في دواء روح لك، تاج راسي في دواء روح لك. لا إن شاء الله ما تعبان. عمر؟ عمر 19. عمر كله إن شاء الله. في دواء روح لك. يلا فضل حبيبي. غريب زين، غريب زين، غريب زين، غريب مولاتك زين، غريب زين. تقول تقول بكيف الحاد والحاد هوى الشام. كيف الحادي؟ بكيف الحاد والحاد هوى الشام، شهكت وشقق الريح، شهكت شقق الرياح والشام هوى الشام، اوصفه شلون ما ادري، اوصفه شلون ما ادري، هوى الشام هوى الشام، شتم وحجار ظل يرمي علي، شتم وحجار ظل يرمي علي. بسوق الكوفة زين وسوق الشام، طبينا وراسك قدام. الله 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 أكبر. شو مسوي الناس يشتمونه، راسك بحجار يضربونه. شو مسوي الناس يشتمون راسك بحجار يضربون، طبينا وراسك جدان. سوق الكوفة وسوق الشام، طبينا وراسك جدان. شمس والناس يشتمون راسك بحجار يضربوني، طبينا وراسك جدام. بسوق الكوفة وسوق الشام، طبينا وراسك جدام. يلا فدوة. سوق وق الشام، طبينا ناسك جدام. شمس والناس يشتمونه، راسك بحجار يضربونه، طبينا وراسك جدام، طبينا وراسك. شمس والناس يضربونه، شمس والناس يضربونه، خافا من روم حيوقعونه،
راس ويردون يذبحونه جنهم ما يعرفوا والشايل راسك ما يركض يفتر بالسوق وما يقعد ويهز برمحه ومتعمد ويقيلهم طيحوا شمسوا الراس يضربونه خافا من رمح يوقعونه راس ويردون يذبحونه كانهم ما يعرفوا والشايل راسك ما يركض يفتر بالسوق وما يقعد ويهز برمحه ومتعمد ويقيلهم طيحوا خايفه يطيح ويقع مني الرميح خايفه الطحت تصير على الجريح خايفه ليش مو النحر من ذبيح يا ابو عبد الله خايفه ليش مو النحر من ذبيح وبعد صار مولاته تقول يركض حيل الشال الراس ليش لا يوقع راس العباس يركض حيل الشال الراس لا يوقع راس العباس وتصير الوقعة على عيونه راسك بحجار يضربون مولاي مولاي راسك بحجار يضربونه راسك بحجار يضربونه طب وين وراسك جهدام يلا ابويا بسوق الكوفة وسوق الشام طب وينه راسك جدام شمسه والناس يشتمونه راسك بحجار يضربونه طب وينه راسك جدام بارك الله فيك احسنت كثير احسنت يا حسن احسنت بعدك بداية شبابك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك نعم سماحة الشيخ الطائي تفضلوا ملاحظاتكم كل التوفيق ملا حسن الله يوفقك شيخنا العزيز قبل أساتذتنا إذا شافوا الخادم متكامل يقولوا له حضر جنودتك من أجل التبليغ لآل محمد فأنت كامل مهيئ للخدمة القصيدة سليمة بنيت على ضوء روايات ونصوص واضحة وجلية بقصة الرأس وما جرى على رأس المولى أبي عبد الله مخارج الحروف كانت جميلة جداً كل التوفيق فدوا أروح حسنتم حبيبنا الشيخ الأكرف تفضلوا الشيخ حسين حبيبي ملا حسن بارك الله بك طيب الله أنفاسك فدوا أروح لك سؤال حبيبي هذا جواب. اللحن أنت ملحنة؟ نعم طيب هذا أنا أعتقد أنه هو إضافة نوعية لما يكون الرادود هو الملحن أولاً بعد النغمة عندك والإحساس عالي جيد جداً ثانيا التنوع الإيقاعي ملفت ذكاء ذكاء في التنوع الإيقاعي بين المستهل وبين إيقاع الأبيات الدخول سلس وذكي جدا ومفاجئ تقطيع تقطيع النص جدا رائع أنا جدا يعني مأخوذ بأدائك بصوتك بإحساسك لوحة متكاملة وجميلة وإن شاء الله وجيها بالحسين فدوى اروح اداء وتلحين و19 سنه شيخ حسين هذا شيء هذا قلت لك اضافه نوعيه يعني قيمه مضافه انه هو بهذا العمر وعنده هذا الاحساس والاداء وعنده هذا الذكاء والتلحين القدره على التلحين أحسنتم. انا اتوقع نشوفه بالمرحله الاخيره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. والى الكلمات خلينا نشوف الكلمات شنو كانت كل الهلاويخ بالديوانيه تاج راسي حسن لو جتك قصيده مثلا مستعجله وانت
ما لحقت راجعها وصعدت على المنبر ولقيت كلمة مثلا بالطباعة خطأ، يمكن تخل بالوزن أو يمكن تخل بالمعنى، شنو ممكن تقدر تتصرف؟ راح أتصرف أتلافاها لازم. يعني ما راح ترتبك؟ لا لا، هذه جدا مهمة. هذه الرادود، احنا ليش نقول دائما الرادود لازم يكون عنده المام بالشعر والمام كوزن وكمعنى؟ بهيك مواقف من السهولة يقدر يتلافاها. فموفق، والنص اللي مختاره جميل. انت قلت اسم الشاعر لو ما اسم الشاعر حسين حمدان الدلفي، القصيدة والأبودية رعدة شريخي. والنعم احسنت يا حبيبي، وموفق ان شاء الله. ان شاء الله احسنتم الى الرادود والشاعر بنفس الوقت. استاذ واثق مو صحيح من لقحطان؟ نعم على قد حالي، على راسي من لقحطان. فضلك ملا حسن، طيب الله انفاسك، احسنت يا حبيبي، اتمنى ان توفق. شوف، من يمتلك، عندما يمتلك الرادود حاله نفسيه مستقره، وهي من اهم العوامل حتى يكون هنالك عطاء، ان تكون حاله النفسيه مستقره. كنت مستقرا نفسيا، والدليل على ذلك استطعت ان تترجم اللحن وان تاخذ بابعاد اللحن وان ترتجل التنوع والقفز والتحويل الايقاعي على نفس النغم الموجود. هذا شيء يحسب لك يا حبيبي، اللي احتاجه من عندك انه على هذه الموهبه وعلى هذا الصوت وهذا الترل والعرب اللي عندك والاحاسيس والضغوط على المستعار من هنا وهناك، وتحاول ان تسحب الجمهور اليك. ركز على انه بعد اكثر ان شاء الله، وانا متاكد اذا كان المجلس له مساحه واسعه راح تكون مؤثر، واتمنى لك التوفيق يا حبيبي. احسنت. اذا بتطبيق هذه الملاحظات نتمنى ما تمنى سماحه الشيخ الطائي ان نراك بالحلقه الاخيره. موافق ان شاء الله بفلاح. احسنت كثير، احسنت. اللحن جاي لحن القصيدة وكلمات القصيدة، يجي اللحن على الفطرة، يعني لا استنت المقام لا غير شيء، على الفطرة. الكلمات اللي جاية تنقرأ هي مصيبة السيدة زينب لما خرجت إلى الشام، كلمات يعني حزينة كلش، فأنا دخلت اللحن هذا على الفطرة.